كان اللي بيمتحننا عبد الحميد بيونس بنفسه. يعني مش كان لجنه، ده بقى كان مدير التلفزيون ومذيع عظيم وكان شخصيه. انا كنت قريت ليك تصريح قلت فيه ان لحسين كمال مخرج قلت عليه اعقل مجنون قابلني في حياتي. طب ليه قلت وانا اصلا انا وحسين يعني اولا هو كان نيرفه عالي جدا، يعني مع اعصابه صاحيه بشكل فظيع جدا، وهو عايز كان عايز يخرج دراما هيموت على اخراج الدراما. حتى انا يعني جبت له صلاح قبيل، كان هو بقى نفسه يخرج تمثيليه نص ساعه، نفسه يخرج نص ساعه. فانا كنت في التلفزيون بقى جاي يصرخ حسين، والله كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى. جاء حسين يصرخ يقول لي يا رشوه سمحوا لي انا وابراهيم الصح ان نخرج كل واحد نص ساعه. ابراهيم الصح المخرج كبير طبعا اكيد ان يخرج نص ساعة، فقعد يصرخ. هو بقى حسين كان عبقري، يعني اما يقول حاجة اللي يقوله هو اللي يطلع الشاشة، يعني الكادر، وكان يحكي لي بالكادر بقى مخرج عبقري. قال لي في واد حرامي نط على ما اعرفش ايه ويسرق شقة وايه، فانا شوف يا ربنا ما يريد، ما كانش صديقي والله، ينط في دماغي صلاح قابيل. كان صلاح الله يرحمه سابقني بسنه او اتنين وما كانش صديقي يعني، انما انا وانا في المعهد كده وانا بتكلم مع حسين وانا بكلم، شفت شاب قاعد فاتح قميصه كده وقاعد بيشرب سيجاره، قعدت اتفرج عليه زميله سابقني يعني في التخرج في المعهد يعني، وحسين بيكلمني صلاح يطلع في دماغي. قلت له اما في ولد يا حسين ينفع لك الولد ده؟ ما فيش كده والله يا بنتي زي ما بقول لك كده. قال لي اشوفه الاول، هو نرفه كده اشوفه الاول. حتى ادور على صلاح 8 ايام كل ما ماشي في التلفزيون حد يشوفني صلاح عبيد، لغايه بقى جاي بعد 8 ايام قلت له شوف بقى انا بعرفك بمخرج مجنون هيزعق يصرخ يعمل عليك انك انت تستحمله. وقمت ضربت لحسين تليفون قال لي بعتولي، وكان ساكن في عماد الدين فوق سينما بيجال. وصفت لصلاح العنوان. تاني يوم اول ما جيت ضربت لحسين التليفون قلت له رايح يا حسين، قال لي واد يجنن. يعني انت كنت سبب في ان الاثنين يشتغلوا مع بعض. يشتغلوا مع بعض هي بدايه ان انا، وبعدين انا بقى كنت بساعد الاستاذ كمال ابو العيلة في كمساعد مخرج، وكمان اشتغلت كل حاجه مع محمود مرسي الفنان محمود مرسي مساعد مخرج. اشتغلت مع الاستاذ كمال ابو العيلة كان اكبر مونتير في مصر في زمانه، اشتغلت مساعد مخرج معاه، فهو اكتر واحد دربني بقى لانه هو ما هوش فاضي بيشتغل افلام ايه، فاداني فرصه ان انا اوزع الكاست واعمل الديكور واعمل تنصير، الاستاذ كمال ابو العيله على اللي انا عامله له تمام يشتغل فيه. فكنت بشتغل مدير استوديو وبشتغل مساعد مخرج للاستاذ كمال وبعدين اذيع على الهواء بنرجاني يعني اذيع على الهواء برامج الشباب، كل دول بشتغل اخرج من الصبح بيت نرجع الساعه 2 بالليل.